Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang hari ke-27. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ وَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ وَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَغَشَيْنَاهُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ وَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن نكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من ليس لكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة يرني الرحمن بضرني لا دوني عني شفاعتهم شيئا أو ولا ينقذهم إني ذلك
بضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني لدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله سبحانه وتعالى ويداكم خامدون يحصرون على العباد ما يأتيك من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكناكم لهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لكم الأرض الميتة وحيلها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لكم الليل نسلخ منه النهار وإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 وَاللَّهُ قَمَرَ قَدْرَنَاكُمْ وَنَازِلَ حَتَّى عَنِقَ الْرُجُودِ الْقَدِيمِ لَشُنْتِ يَمَّهُ إِلَىٰ وَعَدُّ بِكَ الْقَمَرُ وَلَّ اللَّيْلُ سَامِكُ النَّهَارِ وَكُلُّمْ فِي فَلَكِ يَسْمَحُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّ أَحْمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ الْوَلَكِ الْمَشْحُونَ وآية لهم أن أحملنا ذريتهم الملك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نرهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لكم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سعادة وإلى أن تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سعادة وإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تلومون نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم بشؤون فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 سلام الله لم يرى بالرحم 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 وامتاز اليوم أيها المجرمون على معهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعجلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسمعوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ما استبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق